اليوم راح نتكلم عن بالنسبة للنيرف لما يجي يمسك مع لما يصير له سينابس مع المصل. طيب هذا المصل ممبرين، طيب المصل ممبرين، وهنا عندك النيرف، تمام، النيرف تيرمينال اللي هي يطلق عليه بري سينابتيك ممبرين، وهذا بالنسبة لها يطلق عليه اسمه بوست سينابتيك ممبرين، وبينهم سبيس اسمه سينابتيك ليفت. موجود عندنا هنا فيزيكلز، الفيزيكلز هذه أكثر من فيزيكل، تقريبا 300,000 فيزيكلز موجودة هنا، وكل واحد فيها تقريبا أستايل كولين، الأستايل كولين كل واحدة فيهم تقريبا 10,000 أستايل كولين، تمام. عندك أوسو هنا الكالسيوم شانل عندنا هنا، هذه بالنسبة للبري سينابتيك ممبرين هنا للترمينال حقتها، راح يكون عندك الفيزيكلز هذه، الفيزيكلز هذه لما يجي عندنا الأكشن بوتنشل يمر من فوق ويدخل لك الأكشن بوتنشل، راح يؤدي إلى فتح ليش الكالسيوم شانل، لما تفتح الكالسيوم شانل راح يدخل الكالسيوم الى البري سينابتيك ممبرين اللي راح يدخل في الداخل، تمام. بعد كذا يؤدي لي للربشر اوف استايل الفيزيكلز اللي هي اللي فتخرج لك الاستايل كولين. كيف راح طيب طريقه خروج الفيزيكلز او الاستايل كولين فروم ذا فيزيكلز؟ راح هي طبعا راح تمشي وتوصل لك عند الممبرين هنا ويصير لها اكسوسايتوسيس اللي هي عمليه ما يصير ديفيوجن، راح يصير اكسوسايتوسيس. بعد كذا مثل ما قلنا لكم راح يمشي ويصير اكسوسايتوسيس من ناحيه انه يربط مع الممبرين ويفتح لك فيطلع لك الاستايل كولين. الاستايل كولين هنا يربط على البوست سينابتيك ممبرين بواسطه ريسبتور اسمه نيكوتينيك ريسبتور او استايل كولين ريسبتور، لما يربط معها راح يسوي لي الديبولاريزيشن حق البوست سينابتيك ممبرين اللي هو الممبرين حق المصل، فبهذه الطريقه يطلق على العمليه هذه كلها اللي اند بليت بوتنشل. اوكي بعد كذا دخل الاكشن بوتنشل هنا او صار له ديبولاريزيشن او بوست سينابتيك ممبرين او الممبرين حق الايش حق المصل، يعني دخل في الايش المصل سيل او المصل فايبر، تمام. الاكشن بوتنشل راح يمشي لك عن طريق التي تبيولز اللي هي ترانسفيرز تبيولز عشان يوصل الاكشن بوتنشل لكل الفايبرز اللي موجوده في المصل، ينشرها بكل بشكل كامل عشان يصير استيميليشن ات ذا سيم تايم، كلهم يستيميليشن، فاهمك؟ الاكشن بوتنشال هنا راح يحفز لك الساكروبلازميك ريتيكولم. الساكروبلازميك ريتيكولم موجود في السيتوبلازم حق المصل المصل فايبر او المصل سيل، تمام. الساكروبلازميك ريتيكولم هو عباره عن السورج الاساسي او يخزن اساسيا الكالسيوم، فبعد ما يصير الاكشن بوتنشال يدخل هنا راح يحفز لك الساكروبلازميك ريتيكولم انه ريليز اوف ذا كالسيوم، تمام. الكالسيوم وين يروح؟ الكالسيوم يبدا يدخل لك على الفيلمنت اللي هو اكتين ومايوسين. طيب الكالسيوم مين راح يشتغل لك على ايش؟ راح يشتغل عندنا احنا فيلمنت او بروتين اللي هي تسوي لي عمليه الكونتراكشن، عندي اكتين ومايوسين. طيب المفروض ايش راح يصير؟ يصير المايوسين هنا السايت حق المايوسين هذا يربط هنا في الاكتين وزي يسوي له سلايدنج زي اللي يسحبه كذا من جهتين، من الجهه اللي هناك ومن الجهه اللي هناك، فيسحبه كذا فيصير كونتراكشن للمصل. اوكي سو اساسيا احنا وقت الريلاكسيشن عندك تروبونين اي موجود في الاكتين، تروبونين اي تروبونين سي، تروبونين اي تمنع لك عمليه انه المايوسين انه يربط لك في البايندينج سايت تبعته وانه يسحب. فعلشان كذا لما يطلع لك الكالسيوم مثل ما شرحنا اول انه يطلع لك الكالسيوم من الساكروبلازميك ريتيكولم راح يربط لك في السايت اللي هو تروبونين سي، لما يربط في تروبونين سي راح يؤدي لي ان تروبونين اي يسحب زي اللي يسحب على فوق ويفتح لك زي السايت تبع اللي هنا. لما يفتح السايت هذا المكان اللي يصير فيه بايندينج للمايوسين مع الاكتين راح يبدا يسوي له سلايدنج وراح يسحب على جوا، فهو الجهه من هنا وفي جهه اخرى من هنا، فتو مصل فيرجع يسحبونهم كذا فيسوي لي كونتراكشن اوف ذا مصل. بالنسبه لهنا ايش اللي يحتاج المايوسين عشان يبدا يرتفع ويربط لك في الاكتين؟ يحتاج اي تي بي، طاقه انرجي اللي هي الاي تي بي، لما يربط فوق راح يؤدي لي الى عمليه الهايدروليز في اي تي بي، فيطلع لك الاي تي بي على شكلين مثل ما قلنا هنا هذا الاكتين وعندك هنا المايوسين، فمن هذا المايوسين قاعد يربط مع الاكتين وهنا ايضا يربط مع الاكتين الموجود من هنا، فزي اللي يجذبهم الى السنتر، يجذب هذا من هنا ويجذب هذا من هنا، فزي اللي يسوي لي الكونتراكشن عمليه الكونتراكشن، تمام. بالنسبه هنا عندك باند، اوكي عندك الاي باند وهي تحتوي على الاكتين فقط، الاي باند تحتوي على الاكتين مثل ما تشوف هنا، اي باند تحتوي على فقط الاكتين، اوكي. بالنسبه الاي باند تحتوي على الاكتين جزء من الاكتين وايضا تحتوي على المايوسين، اوكي. بعدين عندنا هنا لاين يسمونه زد لاين، اوكي هنا موجود ايضا هنا. بعدين عندنا هنا في المنتصف موجود منتصف الاي بان موجود عندنا الام لاين. بعدين عندنا الاتش زون مثل ما نشوف بالصوره اللي هنا، مثل ما نشوف بالصوره اللي هنا هذه ماخذين يعني سكشن اوف اي باند، اوكي الاي باند مثل ما نلاحظ هذا كلها عباره عن اي باند المنطقه الغامقه،
بعدين جايك المنطقة اللي هي فاتحة. فاتحة راح تكون عبارة عن اتش زون، وبينهم بالمنتصف زي اللاين الدارك لاين اسمه ام لاين. اوكي الحين عندنا هذا بشكل عام اللي هو الفيلمنت، اللي هو الفيلمنت مع الباند وكل شيء. فيقول لك من عند الزد لاين تو ذا زد لاين، يعني المنطقة هنا من الزد لاين هذه المنطقة الزد لاين اللي هنا راح هذا يسمى ساكرومين. اوكي سو ساكرومين لما يجي يسألك الساكرومين ايش يحتوي عليه، يحتوي على تو هاف اوف اي باند مثل ما تشوف هنا، وايضا يحتوي على الاي باند بشكل كامل.